هنشوف اللقطة مرة تانية، هل يا ترى يبقى في تدخل من واعي الفرحان وابو الرجال؟ ادي الكورة، هل هيتم استدعاء معروف من قبل حكام الفار؟ هنشوف القرار. الصورة مرة واتنين من مخرج اللقاء بمختلف الزوايا، والتملي بنقول الصورة بألف كلمة. هيطلع يشوفها محمد معروف، ادي اللقطة وادي السقوط وادي القدم اليسرى للاعب نادي الاتحاد، لكن القرار هنسيبه لحكام الفار ولمحمد معروف، هم اللي ياخدوا القرار. زي ما بقول لحضراتكم، حتى الآن في 20 مباراة 12 ركلة جزاء تم احتسابها في بطولة الدوري. آدي الكرة وآدي التمركز وآدي الخبطة بالقدم اليسرى. الصورة بتتكلم، الصورة فيها تفاصيل، وحضراتكم حافظين القوانين زينا زي الحكام زي كل المتابعين. لكن لرأيي ولا رأي حضرتك، المهم رأي معروف هو الأهم. هنشوف محمد معروف هيحتسب ايه. ادى ركلة جزاء، ركلة جزاء، والشحات بيقول انا عارف انها ركلة جزاء. تنفيذ ركلة الجزاء، بيطلع اللاعبين خارج المنطقة، محمد وإمام عاشور وجها لوجه مع المهدي سليمان. لم تهتز شباك المهدي، وهنشوف إمام وسليمان داخل. إمام داخل، إمام داخل، إمام وبيحطها بره، بيحطها بره، شالها حطها في السماء. إمام عاشور، علشان إمام عاشور يهدر ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لحكام الفار، وده طبعا أسعد الجماهير أغصان الزيتون الخضراء. آدي إمام عاشور غرفها، حط فيها قوة لكن حطها في السماء، حطها في السماء في المدرجات. مش ممكن، مش معقولة، كرة عايزة دقة لكن بالغ في القوة، شالها شالها من تحت لفوق، والاتنين متر 44 سنتي لم تكن كفيلة لإمام انه يسجل داخل البرواز.